شو الكراميل. وما أدير الشو هيكون 250 جرام لبن، 15 جرام سكر، 85 جرام زبدة، 175 جرام دقيق، و 250 جرام بيض. بالنسبة للكريم باتيسيير اللي هنعمله بالكراميل أو الدولسي دلاش، هيكون 250 مليلتر دولسي دلاش، 250 مليلتر لبن، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 8 صفار بيض، 80 جرام سكر، 30 جرام نشا، و 30 جرام دقيق. هنبتدي بعجينة الشو. هنحط اللبن والزبدة والسكر على النار، هنخلي البيض جنب العجينة عشان هنجيبه دلوقتي، والدقيق هنحطه عليهم أول ما يبتدوا يغلوا، نتأكد إن الزبدة ساحت في اللبن. في نفس الوقت ممكن نبتدي نسخن اللبن اللي هنعمل بيه الحشو. هنضرب البيض أو صفار البيض والسكر والفانيليا، وبعد كده هنضيف لهم النشا والدقيق. ونخلطهم مع بعض، نبقى جاهزين لعمل كريم باتيسيير الدولسي دولاش أو الكراميل. أوكي، كده الزبدة خلاص ساحت واللبن بيغلي. هنحط الدقيق كله دفعة واحدة ونقلب على طول لحد ما العجين يتجمع ويبقى زي الكورة. وبعد كده هنشفه شوية على النار علشان كل ما بنطلع منه بخار اللي هي المية أو اللبن في الحالة دي، فبيشرب بيض أكتر، وده بيخلي عجينة الشو تنجح أحسن. دلوقتي هاخد العجينة أحطها في العجينة ونحط معاها البيض دفعة واحدة ونبتدي نضربها. دلوقتي هحط الدولسي دلاش مع اللبن اللي على النار، ولما يغلوا احطهم على السكر وصفار البيض والدقيق النشا، هندوبهم مع السكر والبيض ونرجعهم تاني على النار. كده الكريم باتيسيير جاهز. وعجينة الشو جاهزة. هناخد العجينة نحطها في كيس حلواني. ونبتدي نشكل بيها كور. بالشكل ده نلزق الورقة الأول. وندخلها فرن ب
بدرجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن لحد ما نتأكد إن الداخل بتاع عجينة الشو خلاص ما بقاش في أي نوع من أنواع الرطوبة. نفتح واحدة أحسن حاجة نكتشف بيها، وده بياخد حوالي 20 دقيقة، بس لازم نتأكد لو احتاجت أكتر نخليها أكتر. ده بيكون شكل الشو، وعملت خرم في كل واحدة فيهم عشان أعرف أحشيها. وده الكريم باتيسير الجاهز. ونبتدي نحشي الشو. وممكن نزوقها بعد كده زي ما احنا عايزين. عايزين نحط لها كراميل من فوق، نرشها بسكر بودرة، نحط لها شوية دولسي دلاش يكون سايل شوية نرشه فوق الوش. كل واحد ممكن يزوقها بالطريقة اللي بيحبها. آخر واحدة، وبعد كده هنرشها بسكر بودرة ونقدمهم مع بعض.